مشاهدينا الكرام وين ما كنتم نقول لكم مرحبا بكم في هذا العدد الجديد من حصة دي لايف. إذا مشاهدينا اليوم أنا راح نتكلموا عن الصفحات الإلكترونية اللي في الفيسبوك اللي مثلا ولينا نشوفوا مشاهدينا اليوم أنه كل حي نشوفوا أنه عنده صفحة خاصة به اللي يحط فيها الأخبار وإلى غير ذلك. إذا مشاهدينا بدون إطالة نقول لكم أنه ضيفنا لنهار اليوم هو السيد عبد الكريم شوتري، مرحبا بك. اهلا بكم، شكرا بكم. شكرا للدعوه. شكرا لك. اذا عبد الكريم شوتري انت عندك صفحه عبر الفيسبوك. نعم. قلنا انه احكي لنا كيفاش حتى فتحت هذه الصفحه واش دير فيها. والله صراحه الحومه هذه تاع بيكو هذه حومه كازورال هذه الحومه كبيره بزاف، فيها 146 فامي، كنا عايشين اون فامي، عائلة واحدة. عائلة يعني. واحدة فهمتي؟ واحد مهضر عليها. بوتون كازور معروفة في بيركون. يعني أنت في مواقع التواصل ربما كنت تشوف أنه كل الأحياء عندهم الصفحة. عندهم يحكوا على الحومة، على حومتهم، على الميوتة، على الحيين، على المرضى، على فهمتي؟ قالوا له واحد الحومة هذي واحد مهضر عليها. كلاني قلبي. قلت علاش ما نهضرش عليها؟ درت فين باج بيركو لا كازورال، هذه زعما كازورال حي، حي في بيركو. وزيدي زيد لي زاد بساتني بزاف عباك حنا دي سيني نوار كلش حبس تما، عشية سوداء كلش حبس، لي سافر سافر، لي مات مات، لي سما و سما العلاقات نتقطعو. كنا كاع في واحد حاكم كاشو مثل ما نعرفوا انه حي بيلكور هو حي غني عن التعريف. معروف. انت راك وليد بيلكور. معروف معروف. لو كان تحكي لنا شويه على بيلكور. واش نحكي لك؟ بيلكور معروف، بيلكور عنده تاريخ، تاريخ كبير بزاف، عريض بزاف، فهمتي؟ بيلكور اسم حاجه كبيره، ما نقولوش بيلكور، نقولوا محمد بن وزداد. ومحمد بن وزداد شاهد الله يرحمه ويرحم الشهداء، غني عن التعريف. محمد البزداد من تسمى من لي 22 تاع صالون بي، اجتماع تاع صالون بي هما اللي ديكلونش باش ديكلونش الثوره، هو خو عثمان بالوزداد والشهداء اللي معاهم بزاف، فهمتي؟ كما نعرفوا هو حي شعبي، اسكو مازالوا كيما راهو اليوم؟ يعني لو كان درنا مقارنه بين بكري واليوم شكون حاجه تبدل؟ لا بزاف 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 بيكون بزاف بين بكري والان، ما باش بكري وقتنا احنا الجيل ديالنا، انا زاد 57 فهمتي؟ الجيل ديالنا دوك بيكول منقص بزاف، تسمى فرق، فرق مع الترياب، مع الرحلة، مع كاين ربما اللي فقدتوهم ماتوا، كاين بزاف بزاف، لا لا بزاف بزاف اللي ماتوا، ماتوا بزاف الله يرحمهم ويسع عليهم، فهمتي؟ وزيد حنا ديسين وماتوا بزاف، الله يرحمهم ويسع عليهم، وزيد جات هذيك المرض هذاك كوفيد هذاك عنده مادة في بيكول. وي وي صح، باسكو البورا كانت صابلات، الصابلات هادي جوا بزاف فاميليات من كل بلاصه، وعلاش كي غنلقوا في الكوفيد الصابلات هي الاولانيه. اها. ومن بعد غنلقوا جدا ديسي. فوالا البورا كبيره كانت صابلات، دو بيا غنلقوا صابلات ومن بعد غنلقوا جدا ديسي. غنلقوا جدا ديسي. بيركو بيركو تقاسوا بزاف في الكوفيد كما كاع الجزائريين حاصلوا كما الله يرحمهم الشعب كما كما كاع الجزائريين ماش غدا كوفيد قاسنا كاع. صح صح. والعالم كاع. ونبانو حنا مع الدول دي بيسونس. وتقاسوا. وتقاسوا. الله يرحمهم ان شاء الله. الله يرحمهم ويكونوا اهل الجنة ان شاء الله. ان شاء الله يكونوا في رتبة الشهداء. هذه انا قلت لك هذه السبب زدت لاباج تاع كازورال، كاين دي باج في بيكو كاين بزاف. قلنا انت يعني لاباج ديالك واش دير فيها هكذا؟ انا جوي لاباج تاعي سبيسيالمون واش ندير فيها؟ نهضروا على الحيين، سكون كون ما نحبط الحومه نصوروا. نصوم لاد حوم ونبعثهم راهم هنايا تسمى مازالوا حيين. نهضروا على الموتى الله يرحمهم نذكروهم نذكروهم اذا كان جا عندي تصاور بتصورهم نبونسي عليهم نترحموا عليهم تربوا معنا كبروا معنا امبوسيبل ننساوهم عشره كبيره هذه امبوسيبل تنساهم صح بس كنا كاش كاش مريض نبينو نهضر عليه باش يدعوا له بالشفاء كاش ينوفا في الحومه نهضر عليها تما سبيسيالمون على الحومه
يعني واش كاين واش صايب الحي هذاك فوالا واش صايب في الحي هذاك هذه لابوش واش شغل واش دير لي زونيفيرسير تاعهم ما نساوهمش اها فهمتي العرس واحد يتزوج قال نبينوه اللي راح يتزوج يعني كل الاخبار واش على كيما الحومه هذو متفارقوا كل واحد وراه كاين ما في الخارج كاين المغتربين ثاني عندنا في كندا عندنا في عندنا في با بارتو في لاما في الانجليز عندنا في فرنسا فهمتي يحبوا يسمعوا الاخبار هذوما يحبوا يعرفوا الاخبار تاع بس كان كان اللي يرحموا بلاش كان بزاف اللي يرحموا بلاوش من التسعينات كان الي سولوتو حاجه مليحه انه يدخل عبر الهاتف ديالو يشوفوا عليه يشوف باسكو عندك فيسبوك سي انترنت سور لو موند الو يدخل يعرف واش كان في حومتهم واش راهم ويفرحوا بها لاباج كي نبعث انا كاش خبر هكذا يفرحوا نوستالجي يعني اوبلي حومتهم انا نهار ديت لاباج هذه واش درت هذا حامد برقيك الله يكثر خيره دار لي فيديو الحومه كازوان فيديو شباب بزاف صورها كامل صورها دار بها فهمتي كاع الحومه دورها كاع فهمتي انا ديت لاباج تاعي بهذا الفيديو هذايا ايماجين توا اللي شافوا كاع بكاو ما كاش اللي ما بكاش سيتو اللي في المهجر الى الماضي سيتو اللي في المهجر ما كاش اللي ما بكاش كي شافوا حومتهم عاود ذكرتهم بالايام كبروا فيها كان يزادوا فيها كبروا فيها ترعوا فيها فهمتي هما اللي لا بيبال ما راحوش صغار خرجوا معهم جوناس خرجوا معهم خرجوا معهم هذه هي وفكرنا حاجه مليحه حاجه مليحه حاجه مليحه وانا معها توجور انا معها انا كل صباح نبعث لهم صباح الخير كل صباح نبعث لهم صباح الخير كاين ثاني سيد عبد الكريم كاين صفحات نشوفوهم عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي تخدم العمل تاع الجمعيات يديروا مبادرات خيريه واش رايك فيهم مثل هذه الصفحات؟ مبادره مليحه باسكو الناس هادو اللي عندهم لاباج هادي خيريه في سبيل الله ما عندهم حتى يعرفوا اسم يعرفوا الوط تاع ولاد حموتهم وفاميليا تاع حموتهم يعرفوا محتاج يعرفوا اللي مريض ومحتاج راهو يجي في الصفحه هذه يعلموا او فلان هكذا يا من الحومه او مريض وسحق الدواء ولا سحق عمليه ولا سحق حوايج لولادهم ولا هذه من باب الخير يعني تقعد مبادره خيرية. حسنه مبادرة أنا نعاونهم ونقول لهم سواء واحد مريض مريض ولا محتاج ولا عباش الوقت أنا فيه لا غالب يا حليلو كان بزاف فاميات ما يعانيو بالصمت ما يقولكش بسرعة حمادو يعرفوهم يعرفوا الوضع تاعهم الاجتماعي انت عاونوهم يعني كي يكون جارك انت الاول بس هذا لاباج مي بيركو تعرفهم تعرف الحيط تاعها كاع واش مش خصهم واللي ما يسحق الدواء فهمتي كاين بزاف امور دايرنا في سبيل الله كاين ما يديروا ربما اعلانات مثلا واحد يتبحر له الوثائق يقدر ينشر يتبحر مفيدة ولا يسيبوا حاجه كيف يديروا بالك انا صنع حاجه باسه فلانيه ربما واحد يحوس على طبيب في هذيك المنطقه يرشدوه قال هو جاي طبيب هو جاي فهمتي حاجه مليحه ولا حاجه مليحه والله الحاجه مليحه بزاف حاجه الحق تاع ربي نقدروا نقولوا كذلك انها ولات صله ربط خاصه بين المغتربين كما قلنا يقدروا يتابعوا الاخبار تاع الحي ديالهم نعم ماشي يعني المغتربين ما اللي ربما يقدروا يكونوا رحلوا لا مثلا نقولوا في الوفيات واحد رحل من الحي ديالو يقدر يعرف انه مثلا جارو توفى ولا هاديه فاش مليحه ديال الصفحات هذوما هاو الفول تاعهم هاو الفول تاعهم واش مليح هذه هي ما هو غايب بس مع الفيسبوك هذايا يفونات تو دو مو كما يقولوا تعبسق في اللايف العالم كاع عندك عنده كلش فوالا تجي المعلومه دي تي بيان هذه مليحه ولا توفى ولا مريض ولا حاجه مليحه هذه حق تاع ربي ابو ما عندناش هذه ما كانتش مع التطور التكنولوجي الهواتف احنا بيركو كان عنده مبادره مليحه مازال ان يديروها من زمان مخطوره وشنو هي المبادرة؟ المبادرة هادية في الساك تاع سيربي الساك هذايا قهوة الساك تاع سيربي جا في بيتو كي يتوفى واحد يديروا طابلو ويديروا اسمو
أو فلان توفى والجنازة وين يصلي عليه وندفنوه. هذه مازالت الآن. مازالها للآن. الآن مازال المبادرة هذه. أو في جزائر تيجي تشوف الطابلو هذاك. في فلان هذا فاميليا ولا توفى ولا وجنازة تاعو. يكون قريبة وجار ما تسمعش. فوالا اسمه وتوفى وندفنوه واش مقبرة واش ما فهمتي. مازال الآن هذه الآن المبادرة هذه. تسمى في فيسبوك. الآن مازالت. أو مغلوق السات. مازال يحطوا الطابلو. أنا يعني ما كيما قلنا كاين مواقع التواصل الاجتماعي ولكن مازالهم شادين في هذه المبادره اللي ما تروحش حوايج حاجه مليحه هذه ما تروحش حاجه مفيده كاين اللي ما يسمعش غايب فهمتي اي هذاك يشوفه يعيط تليفون قال له فلان توفى شوف كان بزاف يخرجوا من بيلكون كان بزاف كان في الشراك كان في حيدر كان في بوشاوي كان في كيبازا الو هذا كي في التليفون يكلم يا ودي فلان توفى الجنازه غدوه وين واش مقبره تسمى حاجه مليحه حاجه مليحه بزاف كذلك كيكونوا زعما تيك نشاطات ولا مناسبات مثلا انتم في بالكور حكي لنا كيفاش عشتوا احتفالات تتويج شباب الوزداد بالبطوله هذيك ولا غير شوفي العام فات ما داروهاش هالعام داروها في العناصر لو ديرني ماتش مع جياسكا فهمتي تما جا عطاو لهم هذيك تيوب تاع الشامبيونا وداروا حفله بصح في هذيك الليله هذيك الليله تاع النهار هذيك على 10 تفاهموا كاع بيك وكاع تفاهموا شتي واش داروا شي الميجا واش داروا بها الجي شعلوها شتيها اها هادو ما وكاين حومات عين نعجة كاين في الحضاش كاين ولاد بيك وكاع احتفلوا بها ما في الخارج في باري في لونت احتفلوا حاجه مليحه انه هنا يدخل الدور تاع الصفحات انه صفحات هي تعلمهم هي تعلمهم فوالا اوكي اوكي كاين نصبت صور لا لا هي تعلمهم كاين كما على الكراكاج اللي داروه تاع الشامبيون هذا كاتيام تيتر هذايا في الصفحات علمهم 10 كاع فيها في بيركو فان بو بارتو سما دقيقه واحده باش الحفله جات كبيره بزاف شتيها جات حاجه كبيره فوق الناس حاجه كبيره نشوفوا ربما عندنا مكالمه الو السلام عليكم وعليكم السلام مساء الخير جلدي زاد مساء الخير ضيوف ولا الضيف الكريم تاعكم عطينا فقط الاسم ديالك اسماعيل سعيدي ادمين صفحه جمعيه شراقه صحتي اسماعيل سعيدي مرحبا بك الله يبارك مرحبا بك يبارك فيك بارك الله فيك فقط بالصفحه صفحه شراقه صحتي هذه معروفة الصفحة في شراقة هذه. وقال لك عبد الكريم شفتي يعرف هذه الصفحة ديالكم. شكون شراقة يعني بصح مبروك عليكم شامبيون. وقال لك شتي كيف الله يسلمك الله يسلمك. قلنا اسماعيل انت اللي راك تسير في هذه الصفحة. نعم نعم اون فات هذه صفحة تاع جمعية صحية قيد التأسيس فيها بزاف أدمينة أنا بصفتي من قطاع الصحة نشتغل بزاف ونوعي في ما يخص القطاع الصحي وكاين أدمينة كاين أدمين فاتح خلوفي هشام سلام نسيم طاهر بلار كل واحد والاختصاص تاعو احنا كنا نشطنا كثير خلال الازمه الوبائيه اللي عرفتها الجزائر منذ اكثر من 3 سنوات وين كنا نوعيو على اهميه احترام التعليمات الوقائيه وضروره الذهاب للتلقيح والان انا نوعو ما بين توعيه صحيه كل موسم والموضوع تاعو كيما رانا في موسم الصيف نتكلموا على المشكل الكبير اللي راهو الغرق في البحار وكذلك التسممات الغذائيه وعدة أمور تتناسب مع فصل الصيف دونك صفحة تاعنا تهتم كثير بالصفحة وأمن المواطن وكل ما هو توعية لا لا والله غيرك مشكورين على الصفحة تاعكم هذه الحق تعرفي أنا نتبعها بارك الله فيك من داك كنت نشارك معكم لاك شافي عليا كريم وسياش أكيد 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 وي نعم نعم لا لا والله مبادرة حسنة ربي طول في عمرها إن شاء الله ربي يقدركم إن شاء الله بارك الله فيك إضافة إلى هذا نديرو بزاف باسكو حنا نديرو بزاف خرجات في مستشفى بني مسوس زيارة المرضى ونديرو التوعية على ضرورة التبرع بالدم لأنه على بالكم بلي المرضى صغار مرضى السرطان ولا كبار مرضى السرطان ولا بالدم نعم نعم مبادرات جدا رائعة والله دو ترافاي نوبل راكم ديرو فيه أن ترافاي نوبل بارك الله فيك ونعاونكم ونشكركم الحمد لله على كل المكاش غير شراقه صحتي سواء في شراقه ولا ولايه ولا ولايه الجزائر ولا لا في ولايه كاين كثير من الشباب كاين كثير من الشباب عندهم الوعي يهتم
بهذه المجالات اللي تقدم كثير للجزائر للمجتمع المدني. مش تمون حصدنا على الصفحة هذوما فهمت هذه اسمرول تاعهم واش راهم يديروا خدمه كبيره راهم يديروا فيها وبينيفول بالضبط. انا كنت سمعتك شيخ تتكلم على واش داروا لي سيبورتور تاع شباب الوزداد واش داروا تاع مولد الجزائر بعد تاسيس 102 كما صفحات تاع مولد الجزائر ولا شباب الوزداد نيوز يعني صفحات تمتص غضب الانصار وتنظمهم وتوعيهم بذات احترام الرياضيه وهذا شيء مليح. اسمع حنا الجيل القديم شويه حنا سيال بلا مولود حنا كنا خاوه اكزاكتومون حنا كنا نروحوا نشوفوا ماتش كيف ما كان والو نعم. خاوه فهمت نعم. وقت حنا نعم. الجيل تاعنا عندي 65 سنه ربي يطول في عمرك ان شاء الله الله يسلمك. حنا كنا كي سيربي كي اليو اس ما كي الحراش كي القبه كنا كاع خاوه عائله واحده ما كان عنف ما كان كلام لي زياد ما كان والو نعم هذا هو ضرورة الصفحات باش لازم الصفحات هذه تشجع على ضرورة احترام الروح الرياضية ونبذ العنف وكل أشكال العنف فوت باس فير بلاي هذا ما كان يتبع بصحته هذا ما كان خاصة أنها نشوفوا أنها راهي تنقص الفتنة بين الأحياء بيان سور كاع جزائريين أكيد رانا نشوفوا مام في الصفحات شراء صحتي ولا صفحات أخرى لما تكون أعياد دينية عيد الفطر عيد الأضحى مناسبات يديروا صور تاع العائلات صور تاع الشباب الحمد لله حملت حملات النظافة التوعية لما يكون كما كان يتكلم الشيخ يعني دي فوا يتوفى شخص من شراقة ولا من بيكور ولا من أي مكان يعني يعلنوا الوفاة تاعو وهذا شيء أظن أنه مليح. اسمع هذه لجان هذو مار بينجحهم إن شاء الله بس عملهم يديروا فيه حاجة مليحة بالبزاف كاع حاجه مليحه ومن باب الخير يعني خيريه بالفعل هذا هذه هي لانه الدال على الخير كفاعله وحنا الحمد لله يعني كصفحه نشات منذ عام رانا ما شاء الله نتبعها ونشوفها ما شاء الله عليكم لا ما شاء الله خدمتكم ديروا فيها يبارك فيكم ونشكروا ربي يوفقكم ان شاء الله الاعلام الهادف على راسهم جيل دي زاد اللي كل مره يستضيفنا ويكبر بينا بارك الله فيك شكرا لك هذه الحاجه الازمه الحاجه تمنا قاع بارك الله فيكم هذه امر كما يقول لك يخدم الوطن بصفه عامه يعطيك الصحه الوطن هذا انا عايشين فيه نعم انا عايشين فيه فهمت يعني الوطن بحاجه الى الطبيب والصيدلي والصحفي والشرطي والمواطن اسمع جيب كلنا منجنات اسمع جيب المنظف ينظف الزنقه هذاك ويطلع اكيد مهندسي النظافه بالفعل تحيه كبيره اليوم احترام هذوك فهمت هذه هي اسمها قاعد تهمنا ما كنت ما تهموش بارك الله فيكم باسكو انا في اسمع انا في بابور واحد اكيد هذه القياس هذا ما كان اذا اسماعيل سعيدي نشكرك على اتصالك ونشكرك كذلك على انا نشكركم ونتمنى لكم مواصله طيبه ان شاء الله بارك الله فيك وكل الفريق ديالك على هذا العمل الجبار وعلى كل هذه الاعمال الخيريه بارك الله فيكم ومرحبا بكم في اي وقت شكرا لك اسماعيل بالتوفيق ان شاء الله كوراج ان شاء الله شكرا ولكم بالمثل سلام عليكم شكرا السلام عليكم إذن هذه الباجة تاع الشراكة كان أنا متبعها بس كنت ساكن في الشراكة قالوا تهمني كي يعني معاهم ساكن معاهم ماني منهم دوكات الله الحق يديروا في خدمة الحق يعني ولينا نشوفوا اليوم أنه الصفحات هذه ولا تلعب دور كبير خاصة كما قلنا راهي تنقص من الفتنة بين الأحياء مثلا كما نقولوا توعي هذا بالون هذا اليوم تخسر غدوة تربح غدوة تخسر غدوة تربح هذا بالون ما فيهاش حاجة أخرى فهمتي بصح الحقد هذاك مش مليح اكيد مش مليح الجزائر كاع ولاد الشعب كاع جزائريين ما فيهاش واش غادي يحب فارق غادي يحب الفارق هذا بالفارق هذا ما كان هذه فهمتي بصح كنت تولي صح كاع كيف ما كان ما كان والله اكيد يربحوا انا اليو اس ما ربحوا انا بعثت لهم في لي ستاسيون باكو الضافي تاعهم بعثت لهم في لي ستاسيون تهمني وانت يعني كيما قلت سيربي بعث لهم بريمي فيليسيتوم ما على بالهم في لي ستاسيون يعني تبقى مجرد زيادة فقط بانو ما كانش حاجة لي فهمتي هذه هي إذا مشاهدينا نقول لكم أنه ما زلنا متواصلين معكم ولكن نروح فاصل ثم نواصل
عودنا لكم مرة أخرى مشاهدينا، ونقول لكم أهلا لكل من التحق بنا الآن. نعود نذكركم أن موضوعنا رانا نحضره على الصفحات الإلكترونية اللي رانا نشوفها تاع الأحياء عبر موقع الفيسبوك. إذا مشاهدينا ضيفنا لا يزال معنا اللي هو عبد الكريم شوتري، اللي هو عنده صفحة عبر الفيسبوك اللي يسيرها. إذا السيد عبد الكريم نواصله حديثنا من بين كذلك يعني الحاجات اللي تنشروه اللي ينشروهم، نقول يعني كي نتكلموا بصفه عامه الصفحات، مثلا المشاكل اللي يواجهها اصحاب الحي، مثلا نقولوا الطريق ما يكونش مخدوم او لا صح صح حوايج هذوما قاعد يذكروهم كاش حمام الميسير ولا كاش كاش كيكون زعما انقطاع في الماء انقطاع في الماء كاش كما نقولوا حمى فيها دونجي حفره ولا يصوروها ويهضروا عليها وكلش باش لوبيسي تعرف باش توصل يعني للسلطات المعنيه الناس المختصين في البلديه يعرفوا واش كاين يديروا انترفونسيون. هذه حاجه مليحه حاجه مليحه باسكو الحومات باك البلديه ما يشوفوهمش ما يجوش عليهم، ولكن مع باك العقيبه شويه الفوق وهاد الناس هذه خدمتهم يصور يدير البورتاج فين ويبعثوا فيسبوك باش تشوف يروحوا يديروا انترفونسيون عليها. اكيد كاين مام كذلك اللي يديروا ربما ترميم الاحياء يعاودوا الهيكل ديالها، مثلا الحي ديالهم تكون خاصته حاجه ولا يقدروا مثلا يوجهوا نداء للسلطات وفي لا لا ولا مبادرات هذه ولا الحي هما اللي يديروا وحدهم يديروا مساكن لا وحدهم يعني نقول لك يعني في حاله اذا السلطات يعني ما لباوش لا لا ولا وحدهم ينقيوا وحدهم ينظفوا وحدهم يصبغوا وحدهم ولا وحدهم مبادره من عندهم الحي تاع الحومات فهمتي السكان اللي يسكنوا بالحومه واحد ولا وحدهم فهمتي ما بلا ما لا تفرش لا بيسي ما والو لا بيسي عندهم تترفوني تترفوني لا بيسي في الطريق ما تويد قطعه تاع الماء ولا فهمتي حاجه حاجه مكسره ولا هي تاع النظافه تاع الحومه ولا الحي مساكن. شوفوا انه حاجه مليحه انه كي يتفاهموا خاصه الشباب هكذا ايوا بيجي يتفاهموا ساكنين كيف كيف حي واحد حومه واحده كيف ما يتفاهموش عايشين كي عايشين فامي لازم يتفاهموا سميت حاجي براني اللي نقيلهم ما كاش منها هادي ها الحي شكون اللي نقي نقي ولادو يسكنوا تما اكيد ما يجيش براني براني يجي يضحك عليهم اكيد فهمتي هذه مبادره مليحه هاديه. ربما كذلك من هذا المنبر السيد عبد الكريم توجه رساله نقولوا نوجهوها للشباب اللي يقطنوا في احياء اللي للاسف ماشي نقيه هذيك الاحياء، نقول لهم يعني تقدروا ديروا مبادرات. كتشوفي كتشوفي كاين واحد الاحياء الحق طالبي والله ما يقلبوا يوجعوا انسان صراحه. يعني كاين كل الاساليب تاع النظافه. شوفي هنا شوفي هنا مارشي 12 هذايا مارشي 12 هذايا معروف حي معروف مليح ما فيه بيكون. واش يسميو مارشي 12؟ مارشي 12 عطنا شي غلوق يغلوق بما كاع يطلقوا الحومات يوليو نورمال كراسي يجوزو نورمال نقيين نقيين بتو يغسلوهم تقولي ما كاش مارشي تما دونك تروحي تشوفي للاسف للاسف مارشي 12 12 يغلق الباب خلاص مارشي ميدي عيطوا له 12 يغلق البيبان يغلقوا ما فيها والو والحومات يوليو حومات نورمال يولي حي نورمال كاس يجوزو دوك مثلا امبوسيبل امبوسيبل يعني نقولوا لهم ما تستناوش فقط عمال نظافه ما كاش من هما سمع كل واحد يبان عند باب ظهرو خير نهضروا الصح وي وي فهمتي دوك تسنى انت هذو المسائل المصلحين هذوما كاين ما فيهمش الوقت على بالك حنا 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 الجيل تاعنا حنا الجيل ديالنا نخرجوا لي زور ديال هذو نخرجوهم في الليل يجي الكاميو يديهم صباح ما تبي والو ما كانوا الساشيات كانوا بوادنا دوكا انا تشوفي كل شاكر يرمي في الساشيات نهضروا الصح شاكر يعني صراحه للاسف باسكو هادوما اللي هادو الصلاح هادوما عندهم وقت يجوزوا يفدوا عندهم وقت لازم نحترموهم حنا كذلك عندهم دي يعني ما دي ديبو بلايص يديو منهم مش قال ما كاش منها عنده قال بلاصه يحطوا يجي يفد مسكين بدا تحطي له بو بارتو هذه ما كاش منها هذه كي تشوف قلت يعني لازم نحترموه ما الذي ولا العيب فينا حنايا تبي الصح ولا العيب فينا حنايا كان يعطي 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 صاشي وليدو يعملوا له برا عند الباب العيب فينا حنا حنا العيب فينا باش هذوك صلاح هذوك الصلاح ومام كذلك كما قلت بس حاشاك الكلمه هذيك تاع الزبال حنا زبالين هذاك يجي يصلح عمال نظافه هذوك يجي يصلح لنا هذاك يصلح حنا اللي نعملوا حاجه كان ماشي هما بس اتو دوكا اتو كل وقت كل وقت
ما كاش من هذه. حنا وقتنا في الليل نحطوا هذيك البيدون هذاك يجوزوا في دارجي يبدوا الصباح ما تسيب والو في الحومه، الحومه نقيه بروب نقيه الحومه تشوف فيها توتر. وكان لي حاجه لي على كاع لي يبني يبني يرمي الحجر تاعو تما هذوك الناس صلاح ما يبسش الحجر ديالك الحجر ديالك كيدهم كامل ودير بلايص تاعو. ماشي العمل ديالو هو هذا. ايه ما كاش من هذا ترمي الحجر في البلاصه تاع فهمتي ما كاش من هذه. مثل ما قلت التصرف تاع طفل صغير اللي يرفض يعني الساشي تاع الفضلات ويرميها للباب كاين عليها هنايا ما نلقيوش اللوم على الطفل هذا الوالدين. شوفي شوفي نقول اسمو هذو الكلمه باش نفهموا بزاف. حنا الجيل ديالنا حنا قلنا ما قدم هنايا في طواز ديكور ديديكاسيون كانوا الوالدين امين ورباونا الحومه ربات مشي ضربه دوك هادو في ثلاثه يزايشيت با دوك ما كاش هادو الصحه هادو ما كاش الوالدين دوك انت ولد صغير السنين مازال 10 تاع اللي مازال برا يلعب. لا ها صح يعني صراحه فهمتي ما كاش هذه ما وليدو ما يهضرش معاه ما يقولوش وين كنت وين راك انا لا نسخسيونا معاه تمشي وين كنت واش درت انا ما كاش من صغير ما كاش من صغير انا بحومه يحدث فيك خلاص بلا ما يقول باباك ما يهضرش مع وليدو. يعني صراحه كي نهضروا على هذه المواضيع شوفوا انه جيلنا وجيلكم ماشي كيف حنا شوف لا شوفي حنا الجيل ديالنا حنا خرجنا شويه من الفقر وفوق يا ربي كانت عندكم القناعه بزاف وفوق يا ربي هذا ما كان. حنا وقتنا ما كانتش الماده حنا وقتنا شوفي الحوايج تاع اللي يدخل بهم السيد يتنحوا العشية جوزوا بهم العيد الصغير العيد الكبير كما قلنا كانت القناعة بزاف في ذاك الوقت ما تهضريش فهمتي تفرحي بهم الكورطة بها الكوردوني الجديد راه يتخيط على الكوردوني وفرحانين وفهمتي يعني في ذاك الوقت ما مثل ما كانت اي بون ديفيرونس تحبي صح حنا كان الاحترام حنا الحومة كان الاحترام احترام بتحومة مرة كبيرة في الحومة ويد حومة كان الاحترام انت هذه هي قطعت المكالمة معليش باقا وبعيد نتحدثوا كذلك على الصفحات من الفائدة ديالها مثلا في الفترات الصعبة كيما كي جاز الوباء تاع كورونا ما في المرة الأخيرة هذه تاع الحرائق شفنا بزاف مبادرات كانوا يديروهم لا شوفي صفحات شوفي الجزائريين في هذه معروفين هذه واحد من حيالهم تضم الجزائريين معروفين أكيد هذه واحد ولكن شوفوا أن الصفحات هذه واحد من حال واحد ما يكون جزائري على واحد الجزائري من زمان عنده هذا التضامن في وقت الشده يعني ما تسيب 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 خو قدامك بالك ما تفهموش على حاجه بصح كنتوا لي في الصح ما اكذب عليك يعني صراحه ولو كاننا كلنا عائله واحده النقطه هذه نقولها ونعاودها عند الجزائريين هذا ما كان ما تسيبش بدا واحد اخرين هذه تسمى بار اكسبيريونس خرجنا للخارج شفنا عند الجزائريين وحدهم تحبي ولا ما تحبيش يعني ما تفهموش هكذايا على حاجه بصح كنت ملي في الصح صحيح انا نعطيك مثال برك الماتش تاع الجي في السودان حكم طياره ورايح يشجع بلاده يعني وين ما تكون خلاص هذه تعطيك فهمتي رايح مسكين بلا ماكله بلا رايح حكم طياره ورايح الجزائر في هذه واحد ما ينحيهم كما قلت يعني صحيح ربما في بعض الاحيان حنا حبوا لا حبوا ينحيوها ما ينجموش ينحيوها هذه عقيده هذه ربما عندنا مكالمه ايوب راك تسمع فينا السلام عليكم وعليكم السلام ايوب السلام. معكم ايوب ليبيا الله يبارك قلنا ايوب عندك صفحه الكترونيه في الفيسبوك عندي صفحه الكترونيه نبيع فيها المنتجات تاعي الله يبارك تاعي في الانفوغرافي مجال الانفوغرافي قلنا يعني كيفاش حتى درت الصفحه هذه وشنو ربما احكي لنا عليها اكثر الصفحه ديالك وعندنا صفحات كالابيار ناس ديار الديار نيوز كاين عندهم نقدموا معلومات للمجتمع والناس ديار خصيصا
توفى ونديروا ذكرى ترحم. يعني مثل كل صفحات درنا بطوله، درنا بطوله كره قدم فهمت لنا الحمد لله. انا جياسو بيش بيك غنية تعرف. قل لي أيوب، هل يعني تقوموا بمبادرات ولا أعمال خيرية ربما واحد يكون محتاج ولا عباد مرضى نديروا لهم كوتيزاتيو معنا؟ كاين عباد، كاين حاكم، كاين فيصل، كاين حمزة، كاين محمد. وهل عندكم يعني تفاعل في الصفحة؟ هل الناس راهي بيان سير عندنا الصفحة من 2012 الله يبارك، كانت جاري من 2012 هو شيء اطلاق مدينة البيان. الحمد لله من بالك لي برومي متابعين في الجزائر. لي برومي نعم. زيد حكينا أيوب ربما شنو هي النشاطات الأخرى اللي تقوموا بها في الصفحة؟ قلت لي أنك مساعدات في العيد، في رمضان. مبادرات خيرية. مبادرات خيرية كما كان عندنا دار نادر اسمه سيدي علي، كان حاجة العملية الحومة كاع عاوناتو. الحمد لله. فضل ولاد الخير الحمد لله. الناس الخير كاينين الحمد لله. نقول لكم بالتوفيق ان شاء الله ايوب، انت يعني كل ربي يقدركم ان شاء الله وربي يعاونكم ان شاء الله على هذه الصفحه. انتم قاعدين ربي يقدركم. ميرسي. شكرا لك ايوب وشكرا لك شاركت معنا في الحصه. القناه انا نتابعوا فيها جلديات. الله يبارك. شكرا ايوب، يعطيك صحه بلا مزيه. شكرا. يعني شفنا انه يعني عندنا بزاف صفحات لا ما كان 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 باش بينا في صفحه تاع الحومات لاجيري كاع وتحيد سي بي صفحات حاجه مليحه يعني تحيد عندنا باتي بيس كيكدا تي بيس طيف وعرن تي بي صفحات تاع الحومات خاصة كي تكون حاجة مفيدة كما قلنا مثل مبادرات خيرية اي واحد يكون محتاج الله تعاون تبي الصحة صفحات هذوما والله فيهم الخير والله العظيم الناس تستجيب الناس تليفوني شخصي تحقوني يعني هنا نعاونكم وتحقوني هنايا حاجه والله ما من الخارجه جزائريين حنا عندنا وحده في بيكون والله يعاونهم يبعثوا لهم دواء يبعثوا لهم شريطات يبعثوا لهم جزائريين مارسي باري يبعثوا لهم والله يبعثوا لهم نشوفوا كذلك كمان في الصفحات يطرحوا فيهم دي ديبا يعرضوا فيهم نقاشات مثلا وجهات نظر تاع قضايا مثلا قضيه تهم المجتمع القضيه كل واحد يعطي وجهه نظر تاعو لازم تحترم انتيا أكيد أكيد تحترم هذا الرأي تاعو وما تحترمش باش تهضري كل واحد يعطي رأيه وشوف الرأي من ناحية ديوه هذه هي لازم نحترم الاحترام أكيد بدي تناقشي تي موضوع احترام متبادل خاصة دير الموضوع تناقشي على الموضوع كل واحد يعطي رأيه بصح الإنسان يحترم الرأي هذاك ما تقوليش تكوبيلو ولا تفاصيه ولا ما كانش رأيه عطى رأيه احترميه كل واحد يعني عنده رأيه هذا ما كان والأغلبية هي تفوت شغل الفوط والأغلبية هو اللي فهمتي بس هذا كلمة كان عبا كان فيسبوك كان عباد ربي يهديهم إن شاء الله دايروا تمسخير والله غير الصحه دي مش داينوت مسخير يعني صراحه كاين عباد ما يعرفوش يستعملوا كل المواقع داينوت مسخير ما عرفش بلي يقيش واحد كلمه ما عرفش يجرى واحد كلمه فهمتي هذه اللي مش مليحه دوك باش تشارك تزيد ديفلوبي حاجه مليحه بصح باش تنقص المانيه تاع الانسان ما يعني نشاركوا دائما نقولوا بالحاجات الايجابيه الحاجات السلبيه نيجاتيف مش مليح نيجاتيف مش مليح مش مليح ربما تجرح المشاعر تاع الانسان وما هذو انا ما نلومهمش ما نلومهم باش داينا ما عرفوش داينا تمسخير هذا اللي دايره ضحكه بصح الضحكه هذيك كتقيس الانسان اكيد هذه هي فهمتي هذوما يعني انا ما الحق يعني ما شاء الله كاين ما شاء الله كاين ما شاء الله والله العظيم انا عندي اصدقاء اشخاص ايجابيين كيما عندي اصدقاء ونعرفهم فيسبوك حق ربي اصدقاء ولاد محبه بيناتنا يعيطوا لي نسقي لهم فيسبوك ما عندهاش بزاف واحد جايه نعرفه في فيسبوك قال لي جاي عنده جنازه في بيركور حبط لقيته يعني ما كنتش تعرفوا كاع تلاقينا وتصورنا وتقاونا شحال فرح هذه هي تستعملوه في حاجه ايجابيه يعطيك الصحه فهمتي بتعرفك من فيسبوك راسل له هذا ما كان جا نهار عنده جنازه هنايا قال لي جا للجزائر هو جايه قال لي نشوفه قلت له ما نهبط بيكو تشوفني الغمشاق هبط على جنوب بيكو
وشوفنا رحبت به وتقاونا وفرح فرح جمع وليده وقدم لي وليده وتصورنا فرح. واش نقول لك؟ باسكو كان يشوفني غير في التلفزيون ما يشوفنيش شافني قدامه. حاجه بزاف مليحه. الحمد لله الحمد لله. هذا والله غير في الفيسبوك يعني نقولوا مازال كاين اشخاص طيبين. عرفتهم والله محبه في الفيسبوك هذا ما كان. هذا الاحترام. احترام اكيد اكيد. انسان كي داير لاباج تاعو دار احترام الناس تحترمك دب عليك. يعني لما تحترم انت نفسك اكيد لاباج ديالها هذه ما عندها عندي غير الحوايج اللي يعني مام يعني انت يعني تنشر فقط الحاجات المحترمه يعني ما تاع بارو سي ار بي انا مشارك معاهم كيف كيف يحترموني باش ما نكتبوش نعرف ما نكتبش حاجه ما عارفها حاجه ما عارفها ما نكتبوش نعرف. وخاصه نقولوا تشارك حاجه صحيحه باسكو كاين بزاف صفحات تنقل اشاعات ديري حاجه صح اها يحترموك يحترموك هذا ما كان اكيد اكيد هذه هي. اذا سيدي عبد الكريم شوتري نقول لك شكرا لك انك حضرت معنا شكرا اليوم لكم. وشاركتنا في الموضوع هذايا نقاش كان يعني جد رائع معك. لا الحمد لله ما شاء الله. تفضل ربما كلمه اخيره. لا والله كلمه شكر لكم انتم على الاضافه فهمتي ربي يقدركم يعاونكم ان شاء الله. باسكو الخدمه راكم ديروا فيها يعني خدمه مليحه هذه تشاركوا معكم المستمعين اللي تشاركوا حاجه مليحه كل واحد يعطي رايه ويهضر كما يسمع يهضروش يعرف معليش اكيد اكيد باش يسمى فهمتي. لا والله مبادره مليحه وان شاء الله نتلاقوا في حصه واحده اخرى ان شاء الله موضوع واحد اخر ان شاء الله ان شاء الله. اذا مشاهدينا وحنا كذلك من هذا المنبر نشكروا يعني كل الصفحات الالكترونيه اللي راهي تنشط عبر مواقع التواصل الاجتماعي اللي راهي سواء تقوم بمبادرات خيريه او غيرها من الاشياء لتعاون الناس فيما بعدها. نقول لكم بالتوفيق ان شاء الله ونشجعوهم اليس كذلك سيد عبد الكريم؟ ان شاء الله شجعوهم باش يواصلوا. هذه اسمها حلوه ليكم انتم كما يجتمع يجوا هما اكيد اكيد. هذه هي حاجه مليحه حاجه مليحه الخطاب ولا غير حاجه مليحه. نشكرك مره اخرى. اذا مشاهدينا نقول لكم انه الى هنا نكون وصلنا الى ختام عددنا لنهار اليوم. القاكم في عدد قادمه ان شاء الله. الى اللقاء.